بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد يا دائما الفضل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعزتك التي لا يقوم وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء بأسمائك التي ملأت أركانا كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاب
التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم أسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قدير ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت يا وكم من فادح من البلاء وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أغلى له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي
سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي، وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري، اللهم شدة ضري، وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، حبني لابتداء كرميك وسال في برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بناريك بعد
أعداء توحيدك، وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك، ولهجابي لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته، أو تبعد من أدنيته، أو تشرد من آويته، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسنهم نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوبنا اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بيك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سات إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنا، ما هكذا عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكثر يسير بقاء قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي، لأهي من العذاب وشدة أم لطول البلاء ومدته، فلئن صيرتني
للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بينه وبين أحبائك وأوليائك فغدي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وغدي صبرت على حر نارك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لا ضجن إليك بين أهلها ضجيجا الآمين ولا أصرخن إليك صراخا مستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا وليا يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمن لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى أم كيف يتقلقل
تزال بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب يا رب يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ما ذلك الظن ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب بجاحديك وقضيت به من إخلادي معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره
نفسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لغجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وإليك يا ربي مددت فإليك يا ربي نصبت فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريعا
الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء أرحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعام يا دافع النخام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.